السلام عليكم، معكم طلال نقار. حابب أحكي بهي المحاضرة عن Lung Protective Strategies، اللي هي استراتيجيات حماية الرئة، حماية الرئة من الأذية، الأذية الناتجة عن التنفس الصناعي بحد ذاته. هذه المحاضرة هي تلخيص لكل شيء صدر بهذا المجال بالعشرين سنة الماضيات. كثير تطورات بدأت من Low Tidal Volume، دراسة الـ ARDS Net الشهيرة اللي صدرت عام 2000، وحتى اليوم نحن عام 2021. رح أحاول أتطرق بشكل سريع أو بشكل رؤوس أقلام، أو خلينا نقول تعميق فهم شو هو اللي عم نعمله، وكيف الأبحاث مشيت بهالعشرين سنة الماضيات. بداية لازم نتذكر أن التهوية الآلية هي دعم للجهاز التنفس، هي سبورت، ما هي علاج بحد ذاته. وضع المريض على جهاز التنفس ما بيسرع من شفائه، ممكن يؤذيه إذا كان أعطينا إعدادات خاطئة. هدفنا خلال وجود المريض على جهاز التنفس أنه الرئة تشفى، أنه نسرع من شفائها، أنه ما نتسبب بالتهوية بحد ذاته تكون سبب للأذية. الجهاز التنفس الصناعي ما لازم يكون يزيد من شدة الأذية الموجودة أصلاً، ما لازم يمنع من التئام الأذى الموجود من شفاء الرئة المصابة، ما لازم يحرض أذية جديدة ما كانت موجودة مسبقاً بالرئتين. هذه هو معناها الـ Lung Protective Strategy. نتذكر شو هو الارس، الاكيوت ريسبيرتوري ديستريس سيندروم. هذه الاسناخ، هذا الجزء الطبيعي من الاسناخ. لاحظوا انه جدار رقيق معبى هواء، ما في عندي نتحه او سوائل جوا الرئه. لما يصير في عندي التهاب، في انفلاميشن، هذا سائل غني بالنتحه الالتهابيه بيعبي الاسناخ وبيساوي الارس او الار دي اس. هذه هي الـ ARDS. لو جينا على البيوتروما، لما أنا بعمل رد بسموه الرد الحيوي، لما أنا بعرض جدر الأسناخ هذه لضغوط عالية أو لحجوم عالية، بعمل تمطط فيها، تقريبا بيصير معي نفس الأذية. بيصير في عندي التهاب، بيصير في عندي سايتوكينز، إنتوتوكسين، بكتيريا، بروتيز. هذه كلها بتزيد النفوذية، بتساوي وذمة بجدار الأسناخ وبالخلال الرئوي، بتعمل نزف، بتعمل أغشية هيالينية، عمليا بتعمل نفس الأذية اللي هي الأكيوت لانج إنجري أو الأرتس. فالرد الحيوي أو الرد الناتج عن المنفسة أو الفنتيليتر إنديوس لانج إنجري هي أحد أسباب الأرتس، حقيقة أحد الأسباب الثلاثة للأرتس. نتطلع على طبعا الأسباب الثلاثة ذكرتهم، اللي هي أذية الرئة المباشرة، أذية الرئة الثانوية بيكون في عندي مثلا التهاب بريتوان أو في سيبسس بيعمل أذية بالسيتوكينز، والثالثة أنها هي الفيدي اللي هي أذية الرئة بالمنفسة نفسها. هذا منظر مكبر للطرق الهوائية والأسناخ. لاحظوا هاي الطرق الهوائية وهذه الأسناخ، لو كبرناها أكثر لاحظوا الشكل A والشكل B. هذا الشكل أثناء الزفير، لاحظوا جدر الأسناخ فيها ألياف، هذه ألياف كولاجين وإلاستين، ما هي بأقصى تمطط لإلها، في لسه مجال أنه تفتح هذه خلال الزفير. بينما أثناء الشهيق هذه الجدر أو هذه الألياف تتمطط وبصير فتح للأسناخ وبزيد حجم الأسناخ بالهواء الداخل إلها. نوعين الألياف موجودين هون، في ألياف كولاجين وفي ألياف إلاستين. إلاستين قابل للتمطط، الكولاجين بيكون مطوية، فلما توصل لحجم الأقصى الرئة ما بتقدر تتمدد أكثر، وبنكون وصلنا للتوتال لانج كاباسيتي اللي هي السعة أو الحجم الرئة الأقصى. لو زاد عن هذا التوتال لانج كاباسيتي حيصير تمزق بجدر الأسناخ، وحيصير في عندي باروتروما اللي هو الرد الضغطي. حتى لو ما صار باروتروما، لما انا بعمل تمطط غير فيزيولوجي بالقيم غير الفيزيولوجيه، المفروض التايدل فوليوم مثلا لو قلنا نحن حجم الرئه بحاله الراحه هو الـ FRC حجم 2.5 لتر، التايدل فوليوم حوالي 500، فهذا هو مقدار التمطط اللي عم يصير. من حجم 2500 عم يزيد ل 3000 وبيرجع بعدين ل 2500 من جديد. لو انه انا حجم التمطط اللي عم يصير نون فيزيولوجيك بارقام غير فيزيولوجيه، مثلا الـ FRC نازل او التايدل فوليوم عالي، فحيكون عندي تمطط غير فيزيولوجي، حيعمل التهاب او اطلاق وسائط التهابيه بجدر الاسناخ. بدل ما تكون الاسناخ سليمه بهذا الشكل، هذه جدر اسناخ سليمه اذا بتنتبهوا، لاحظوا كيف عم تكون هون بحاله الالتهاب او الاذيه الالتهابيه واطلاق لما عم اعمل انا ضغوط عاليه على جدر الاسناخ.
هذا هو اللي بنسميه الفنتليتر انديوست لانج انجري، اذيه الرئه المحدثه بالمنفذ. اليتا مثل ما قلنا، لما بيصير في عندي تمطط بجدر الاسناخ، اول شيء في الباروتروما، الرد الضغطي او الرد الحجمي. هلا ممكن يصير الشغله اسمها الاتلاكتوتروما، الرد الانخماصي، حاشرحها بالسلايدات القادمه. لما بيكون في عندي اسناخ عم تفتح وتسكر، بيكون حجمها مختلف بين الشهيق والزفير، بتسكر على الاخر بالزفير وتفتح بالشهيق مره ثانيه، حيصير في عندي قوه شد كبيره على جدر الاسناخ بشكل موضع، ما له علاقه بالضغط على كل الرئه، حتى لو كان الحجم عم طبقه طبيعي او منخفض على كامل الرئه، بهي المنطقه اللي عم يصير فيها انخماص وانفتاح حيصير في قوه شد عاليه، حيكون الضغط المطبق على هي الجدر بالذات عالي، وهذا بنسميه الرد الموضع. طبعا هذا كله بيساوي البيوتروما انه في اطلاق وسائط التهابيه. مبدأ أو مفهوم ستريس وسترين استعرناه حقيقة من الميكانيك اللي دخلوا على التهوية الآلية أو دخلوا على أذية الرئة، هو جاتينوني حقيقة ب 2008 في ورقة شهيرة أصدرها. من وقتها صرنا نحاول نفهم أذية الرئة المحدثة بالمنفذ من خلال علم الميكانيك. لو طلعنا على هذا النابض بحالة الراحة، بيكون بموقع معين ما في عليه ثقل، فهذا هو وضع الراحة تبعه. لما أنا عم طبق ثقل عليه حيتغير، حيزيد حيتمطط. هذا الثقل اللي بطبقه عليه هي القوة، هذا هو ستريس اللي عم طبقه على هذا النابض. طبعا كل ما زادت ستريس، كل ما كانت الأذى اللي حيصير على النابض أعلى. إضافة لشغلة ثانية اسمها سترين، الإجهاد. أنا ترجمت ستريس إنه هي الجهد، وترجمت سترين هي الإجهاد. السترين هو معدل تغير حجم النابض أو طول النابض بهالحالة مقارنة بطول الأصلي. يعني على فرض أن طوله الأصلي هو 10 سم، وأنا طبقت هذا الثقل فزاد طوله صار 12 سم، فمعدل تغير الحجم أو الطول هون هو 2 سم. هذا 2 تقسيم 10 اللي هو الطول القاعدي، هذا هو ستريس المطبق. لو فرضا كان طوله الأصلي 10 وطبقت عليه ثقل وصار طوله 20، فأنا هذا سترين أعلى، لأنه أنا عم دوبل طوله. فكل ما كان سترين أعلى، كل ما كان مقدار الأذى الناتج أكبر. نفس الكلام أنا فيني أعممه على الرئة. أنا في عندي حجم قاعدي، ما في عندي أي ضغط مطبق على الطرق الهوائية، بطبق ضغط إيجابي، هذا الضغط اللي عم طبقه هو ستريس، هو عم يزيد الحجم. هلا مقدار الحجم الناتج اللي هو تغير الحجم هو التايدال فوليوم، هو الحجم الجاري اللي باخده بكل حركه تنفسيه. بنسوي للفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي اللي هي حجم الرئه القاعدي بنهايه الزفير العفوي، صار فايتال تايدال فوليوم على الاف ار سي، هذا هو سترين. كل ما زاد سترين، كل ما كان الاذى الناتج اكبر. نفس الكلام اللي حكيته، هي الورقة بال 2008 اللي هي أصدر جاتينوني أظن، هو كان الباحث الرئيسي فيها، هو يطبق المبدأ مرة ثانية. أنا في عندي الدلتا ال، ده تغير الطول على الطول الأصلي، هذا هو سترين. مقدار القوة المطبقة على الجسم لحتى يغير من شكله هو ستريس، هو الجهد. السترين هي الإجهاد. أذية الرئة المحدثة من المنفذ ممكن تصير بثلاث آليات، إما إنه ستريس اللي عم طبقه، الجلوبال ستريس اللي عم طبقه عالي، فأنا حجم الرئة عم يزيد كلياً، عم طبق حجم جاري كبير مثلاً، هذا هو مع ضغط عالي طبعاً، مع الحجم الأكبر الحجم الأعلى بيساوي ضغط أعلى، وبالتالي أنا عم يزيد الحجم بشكل كلي على الرئة، فهذا هو التوتال ستريس أو الجلوبال ستريس. فهذا أول آلية لما عم يصير تمطط على جدر الأسناخ ككل. في شيء اسمه الريجينال ستريس، مثل شوفوا الشكل بي، أنا في عندي فرق بحجم الأسناخ، في سنخ مسكر ما بيشارك بالتنفس، في أسناخ مفتوحة. لما بعطيها تايدال فوليوم بزيد الحجم بالأسناخ المفتوحة أصلاً، والسنخ اللي ما بيشارك بالتهوية هذا صغير أو بيتم حجمه منخفض، تبدل الحجم بهذا الشكل غير المتجانس حيساوي قوة شد كبيرة على جدر الأسناخ هي، وبيصير في عندي رد موضع ريجونال ستريس، جهد موضع مطبق عليها، وهذا حيكون في اطلاق وسائط التهابيه. هذا اللي بنسميه هو الاتلاكت تروما او الرد الانخماصي. السترين هو تغير الحجم قياسا بالحجم القاعدي، اللي هو كل ما زاد تغير الحجم قياسا بالحجم القاعدي، كل ما كان السترين اعلى وكان في عندي اذيه رئه محدثه بالمنفذ. هنشوف هلا الانترفنشنز اللي بنطبقها على خلال التهويه الاليه، كيف في كل وحده منهم
مثلا تقليل الحجم الجاري، شو باي اليه من الاليات الثلاثه عم ينزل بنقص الاذيه المحدثه بالمنفسه، التداخلات الثانيه رح نستعرضها كل وحده لحالها، شو هو طريقتها بتنزيل او بتقليل اذيه الرئه المحدثه بالمنفسه. نتذكر انه هذه الرئه مقطع طبقي محوري لرئه مريض مصاب بآرتس اكيوت ريسبيرتوري ديستريس سيندروم. لاحظوا عدم تجانس الاصابه، لاحظوا انه هي القسم البطني والقسم الاعلى، انه هي الرئه تقريبا سليمه بهي المنطقه المتوسطه، في عندي ارتشاحات متوسطه بالمنطقه السفليه او اللي بيسموها المنطقه الاستناديه اللي هي الديبندنت لانج ريجن، هي بتكون متصلده فيها التهاب شديد. فلاحظوا هذا التنوع او هذا التغير بين حجوم الاسناخ بين المناطق العلويه والمناطق السفليه، بين المناطق الغير الاستناديه نون ديبندنت مقابل المناطق الاستناديه. هذا عدم التجانس هذا بيزيد من شده الاصابه، لانه بهالحاله في عندي شيء اسمه ستريس رايزر، هاي المناطق لما بتتجاور سنخ سليم مع سنخ مصاب حيصير لي، حنحكيها هلا برشح مره ثانيه بسلايدات وحكيت عنه، حيصير في عندي ريجينال ستريس رد او جهد موضع. هذا مخطط ترسيمي للي حكيناه هون. كلمة بيبي لانج اقترحها جاتينوني بالثمانينات بعد ما شاف هذا المنظر على السي تي، انه هذه التايدل فوليوم اللي عم طبقه انا عم يطبق على هذا الجزء فقط تقريبا من الرئة، ثلث الرئة فقط عم يستقبل كامل الحجم الجاري. هذه ثلث الرئة تعادل رئة طفل عمره 5 لـ 6 سنوات، ومن هون اجى مصطلح البيبي لانجز. مرة ثانية انا في عندي ثلاث اسناخ برئة الارس، مرضى الارس، في عندي اسناخ سليمة، في عندي اسناخ اوفر ديستندد، وفي عندي اسناخ كولابس او نون ريكروتبل بنسميها. يعني ارجع مره ثانيه، فعندي انا اسناخ بتشارك بالتهويه الاليه، اسناخ ما بتشارك ابدا، واسناخ ريكروتبل بتفتح خلال الشهيق وبتسكر خلال الزفير. هذه هي المصيبه فيها بالمناسبه، مو المصيبه مو بالاسناخ المسكره، الاسناخ المسكره حتى مسكره طول بالشهيق وبالزفير، وبالتالي ما بتعمل لي مشاكل، يعني عامل مشاكل هو اللي بيفتح وبيسكر ريكروتبل لانج. شوفوا هذه القاعده، الافكتيف بريشر الموجود لما بيصير في فرق بين الحجم بين الاسناخ يعادل الضغط المطبق ضرب الحجم على الحجم القاعدي مرفوع القوة 2/3. شيلكم من هاي التفاصيل من هذا الرقم المعقد، لو انا مطبق حجم جاري، انا مطبق حجم ادى الى ضغط اللي هو البلاتو بريشر 30 على كامل الرئة، وانا في عندي فرق بالحجم بين السنخ المفتوح والسنخ المسكر 10 اضعاف، الضغط الناتج فرق الضغط حيوصل ل4.5 مرة الضغط المطبق. يعني انا حاوصل بهذه المنطقه لضغط قدره 140 سنتيمتر مع مقابل 30. انا مفكر حالي عم اعمل لانج بروتكشن، عم طبق ضغط 30 على كل الاسناخ، بسبب فروق الحجم بين الاسناخ وبهي القاعده الرياضيه حيزيد الضغط ل4.5 أضعاف الضغط المطبق، بيطلع من 30 ل 140، وهذا رقم كبير. طبعا بالحالات المرضيه ما بيوصل فرق الحجم بين الاسناخ المريضه والسليمه 10 اضعاف، رح يكون اقل من 10 اضعاف، بس حتى لو كان ضعفين او ثلاثه او اربعه، ال 30 حيتضاعفوا مرتين ثلاثه تقريبا، يعني انا عم اعطي 30 بس الواقع عم يكون بالمناطق الريجنال عم يكون في عندي هون شير ستريس حيوصل ل 50 60 80 حسب فرق الحجم بين السنخين. هذا هو مسميها ستريس رايزر او هي ريجينال ستريس. خليني شوف فيكم نحلل موجة الضغط حقيقة، شو هو الستريس اللي عم يطبق على الاسناخ، شو هو الستريس الفعلي اللي عم يطبق على الاسناخ. انا لما بطبق ضغط شهيقي بيك اير بريشر هو الضغط القمي، هذا الضغط بطبقه على مستوى الفم عشان ادفع الهواء عبر الطرق الهوائية وتغلب على مقاومة الطرق الهوائية، وتغلب على مرونة النسيج الرئوي، وتغلب على مرونة جدار الصدر، ثلاث أجزاء بشكل متتالي. الجزء اللي بيتغلب على مقاومة الطرق الهوائية ما له علاقة بأذية الرئة المحدثة بالمنفسة، ما هو ولا بيوصل للأسناخ، فهذا اللي له علاقة بالريزيستنس. فأنا كيف بتخلص من هذا الجزء؟ أنا بعمل بقيس البلاتو بريشر، بقيس ضغط الصفحة، بعمل توقف في نهاية الشهيق، فبصير الجريان صفر، فهذا الجزء من الضغط بيروح
وبسجل الضغط على مستوى الطرق الهوائية بيكون معادل صار لضغط الأسناخ بنهاية الشهيق، وهذا اسمه البلاتو بريشر. هذا البلاتو بريشر بيتأثر بضغطين، بيتأثر بشغلتين، بيتأثر بمرونة النسيج الرئوي اللي هي عكس المطاوعة، ويتأثر بمرونة جدار الصدر كمان. لحتى أتخلص من هذا الجزء اللي هو جدار الصدر اللي هو كمان ما له علاقة بالنسيج الرئوي، أنا لازم أقيس الضغط بين داخل الأسناخ وبين خارج الأسناخ اللي هو الضغط الجنبي. الضغط الجنبي أنا ما بقدر أقيسه بشكل مباشر، أنا بقيس ضغط شبيه فيه أو قريب منه اللي هو الضغط المريئي. أنا بدخل قسطرة عبر المريء وبقيس الضغط بنهاية الشهيق بيعادل هذا الضغط المريئي بيعادل الضغط الجنبي بنهاية الشهيق. أنا بحسب الضغط اللي عبر الأسناخ اللي هو اسمه ترانس بلمونري بريشر أو ترانس ألفيولار بريشر نفس الاسم، فهو الضغط داخل الأسناخ بنهاية الشهيق ناقص الضغط داخل الأسناخ في نهاية الزفير. عفوا ناقص الضغط الجنبي بنهاية خلال الشهيق اللي هو الضغط المريئي. فهذا الترانس بلمونري بريشر هو الألفيولار بريشر اللي هو البلاتو أثناء الشهيق بيكون أو نهاية الشهيق ناقص الضغط المريئي خلال الشهيق أنا بقيسه. هذا هو الترانس بالمونري بريشر، وهذا هو حقيقة الستريس الحقيقي المطبق على جدر الأسناخ. هلأ قلنا إنه الستريس هو الترانس بالمونري بريشر، والسترين هو تبدل الحجم على الـ FRC اللي هو Tidal Volume Over Functional Residual Capacity. طيب نحن قلنا الفيلي اللي هي اديه الرئه المحدثه بالمنفسه فيه الى 3 آليات، فانا حتى اتغلب عليها وامنع حدوثها لازم نقص من الالفولر اوفر ديستنشن فرط تمدد الاسناخ. كيف بنقص من فرط تمدد الاسناخ؟ انا بنقص الحجم الجاري، بسيطه. لازم امنع الانفتاح والانغلاق الطوري للاسناخ. كيف بمنع هذا الشيء؟ بعمل ريكروتمنت اللانج، بفتح الاسناخ المسكره بمنعها انها تسكر. كيف انا بعمل ديكريز سترين؟ انا لو عملت ريكروت لللانج فانا بزيد الاف ار سي وبالتالي بنقص السترين الحاصل، لانه السترين هو تايدل فوليوم على الاف ار سي، فلو زدنا المقام اللي هو الاف ار سي السترين حينقص، وبالتالي بتنقص بينقص السترين الحاصل وبتنقص قضيه الرئه المحدثه بالمنفذين. بنيجي عليهم وحده وحده. الاوفر ديستنشن بيعمل شد، والكولابس بيعمل اوبننج وكلوزنج. انا لازم اتخلص من ظاهره الكولابس اللي هي السايكلينج او سيكليكال اوبننج كلوزنج، اللي هي يعني بآلية معينة بتخلص منها، هنرجع على التفاصيل مثلا تطبيق البيب وغيره، وبتخلص من الاوفر ديستنشن باني نقص الحجم الجاري. طيب لو تايدل فوليوم كم لازم يكون لو تايدل فوليوم؟ أنا لازم أعمل حد أعلى للبلاتو. طيب في حد أعلى آمن؟ لحتى أعطي رقم محدد بأنه نقول مثلا هذا الرقم هو الآمن وتحته كله آمن، ما بصير يتجاوز مثلا رقم 30 مثل ما حافظين جميعا. أول شيء خليني أبدأ بموضوع الوزن المثالي والوزن الحقيقي. هذا سلايد صرت عارضه أكثر من مرة. باختصار أنا في عندي 5 أشخاص بأوزان مختلفة لكن بطول واحد. لو افترضنا انه هذا الوزن هو الوزن المثالي عند هذا الشخص عند محمد، حيكون نفس الوزن المثالي عند جميع الاشخاص لانه عندهم نفس الطول. فعلى فرض انه عندهم نفس حالة الرئة عند الجميع، لما انا بدي اطبق حجم 6 ml بير كي جي انا بضربه ب70 هون. لو بدي اطبقه هون انا ما بضرب 120، بضربه ب70 كمان، لانه الوزن المثالي عند هذا الشخص حيكون 70. وبالتالي انا ما بيتغير معي الحجم الجاري بزياده وزن المريض، بيتغير معي الحجم الجاري بزياده طول المريض، والمريض طوله ثابت. فهذا اول نقطه، نحن لازم inflate lungs do not inflate fat. لما بيزيد حجم الشحم عند البطن ما بيصير يتغير الحجم الجاري اللي عم طبقه، وربما اضطر قلله على فكره. بدراسة أرمل هي بال2000 صدرت، هي أهم دراسة لازم تطلعوا عليها وكونكم كلكم حافظينها، اللي هي صارت عند مرضى الأرس. التهوي الآلي بحجم جاري 6 ml تفوق على التهوي الآلي بحجم جاري 12 ml للكيلو. استعملوا وزن الجسم المثالي، استعملوا بلاتو بريشر 30، ومن وقتها صار هدول الليميتس اللي هن بدأنا فيهم عصر التهوية أو اللانج بروتكتيف استراتيجي، كانت ربما من أوائل الدراسات اللي أعطت نتائج إيجابية إنه كيف نحمي الرئة من الأذية بال2000.
طيب توقفنا عند نحن 6 ام ال و30، خلاص نتوقف عندهم فعلا 6 ام ال بتناسب جميع المرضى و30 بتناسب جميع المرضى. حنشوف بالسلايدات الثانية انه هذا الكلام مو دقيق. هذه القاعدة الوزن المثالي عند الإناث وعند الذكور، تقريبا أنا بقدرها 100، مثلا عند الذكور بنقص 100 من الطول بالسنتي، عند الإناث بنقص 105 من الطول بالسنتي، هذا تقديرا هو الوزن الـ ideal body weight. بتحسبهم بدقة بيعطيك الـ ideal body weight بالرقم. الاي ار دي اس نتورك، هذه البروتوكول تبعهم موجود على الويب سايت تبعهم، بتلاقيها بجوجلها بكل بساطه، بتحملها. ماكسيموم فيدر فوليوم ممكن تطبقه عندهم هو 8 ام ال بير كي جي، انت 6 ام ال هو الحجم اللي لازم يطبق عند جميع المرضى. تبنوا هذا الرقم، بس عم حاول رح حاول بالسلايدات القادمه شو فيكم شو هي الابحاث اللي تمت، انه هل فعلا 6 ام ال كان بروتكتيف، كان بيحمي جميع المرضى. مشكلة المرضى تبع الارتس مثل ما شفنا انه اللنج تبعهم ما هي رئة سليمة، الرئتين عندهم مصابات، في عندهم شيء اسمه البيبي لنج، هذه البيبي لنج ما لها علاقة بطول المريض ووزنه المثالي، هذه لها علاقة بشدة الإصابة. أنا لما بحسب طول المريض، أنا بحسب الوزن المثالي للمريض وبحسب الحجم الجاري بناء على الوزن المثالي، أنا عم أفترض إنه كل الرئة سليمة. بس ال 6 ام ال ما بتكون بروتكتيف تماما لمرضى الارتس، ممكن البيبي لونج يكون قليل، ال 6 ام ال يكون مناسب له، او يكون تو ماتش لانه بيكون شديد الاصابه عليه. بشكل بسيط مبسط لو افترضنا هدول الشخصين نفس الطول، كلاهما عندهم ارتس، لاحظوا الارتشاحات، بس لو طبقت 6 ام ال للكيلو عند هذا المريض، لاحظوا اصابته اخف نسبيا من هذا المريض. حتكون نسبة الإجهاد الستريس وسترين على هي الرئة مو نفس نسبة الستريس وسترين على هي الرئة، هي الإصابة أشد. فأنا ما بقدر أستخدم نفس القاعدة لكلا المريضين. واضحة الفكرة؟ البيبي لانج هون حجمه أكبر من البيبي لانج هون. وبالتالي أنا اعتمادي على الوزن المثالي ما هو دقيق بمرضى الأرتس. هذه المراجعة، هذه بوست هوك أناليسيس من دراسات كبيرة تمت قبلها، قارنوا البلاتو بريشر باليوم الأول مع المورتاليتي عند المرضى الأرتس. لاحظوا أنه كل ما زاد البلاتو بريشر بتزيد المورتاليتي، وهذا الشيء مفهوم تماما. طيب في حدود آمنة لما بننزل عندها بيكون المورتاليتي بتوقف؟ للأسف لا، نحن حافظين أنه على 30 من إذا نزلنا على وقفنا عند 30 أو أقل من 30 المورتاليتي أقل. طيب اللي البلاتو عنده 20 المورتاليتي تبعه أقل من البلاتو 30، وال25 اقل من 30، 20 اقل من 25، 15 اقل من 20. معناته انا ايمت بدي اوقف؟ يعني انا لو كان بقدر هوي المرضى حطهم على جهاز تنفس صناعي وحط البلاتو ووصله لل25 او لل20، كل ما قللت كل ما كان افضل. طبعا مو دائما متوافر هذا الشيء. الفكره انه البلاتو بريشر لما نقول 30 هذا كلام للمبتدئين حقيقه، مو دائما بروتكتيف. هذه مراجعة أظن جاتينوني نفسه اللي عاملها، قارن السي تي سكان مع الايدل، يعني عمل طبقي للمرضى، هدول أصحاء وهدول ارتس بيشنت. قارن الايدل بودي ويت، حساب حجم الرئة بناء على الايدل بودي ويت مع حجم الرئة الحقيقي بالسي تي. العلاقة كانت طردية أو متناسبة بالمرضى الأصحاء، بينما مرضى الارتس لاحظوا العلاقة ما هي جيدة، ما هي علاقة، يعني في علاقة بس مو بنفس القوة تبع الهيلثي. فالارتس بيشنت اعتمادنا على الايديال بودي ويت بحد ذاته لحاله بدون اي ارقام ثانية ممكن يكون بروتكتيف وممكن يكون ان بروتكتيف حقيقة. ممكن ترجعوا الورقة بالتفصيل وتشوفوا كيف عملوا الدراسة، الفكرة كثير مهمة. نرجع للمخطط، هذا حكينا انه انا اذا قست الضغط هون خلال الشهيق حيكون البيك، هذا هي الضغط الاقصى. اذا وقفت الجريان بحسب البلاتو، فانا حذفت الاير واي بريشر. خلال الزفير، خلال البلاتو بريشر هو الضغط الزفير، الضغط السنخي نهايه الشهيق. اذا بدي الغي جزء جدار الصدر، فانا بعمل البلاتو ماينس البيس اللي هي الضغط المرئي، هو البديل للضغط الجنبي، هذا هو الضغط الترانس بانيور بريشر. هذا الضغط هو بيعبر عن الستريس الحقيقي مثل ما حكينا. هلا لما بنفس الورقه، او اظن ب 2008 هي ورقه ستريس وسترين، قارن السترين تبع الرئه مع الدلتا ترانس بانيور بريشر، وحنحكي شو هو الدلتا بعدين. العلاقه خطيه وممتازه جدا بين هذا السترين
وبين الدلتا ترانس ميمبرين بريشر، فربما هذا الضغط اكثر فائده من البلاتو بريشر عند مرضى الارتس. قارن بهي المخطط، قارن البلاتو بريشر مع الترانس ميمبرين بريشر مع الدلتا ترانس ميمبرين بريشر بالاصحاء مرضى سيرجيكال ومرضى ميديكال، وبالمرضى المصابين بالارتس ومرضى الاكيوت لانج انجري كان ايامها هالحكي قبل 2011 قبل البرلين ديفينيشن. فلاحظوا انه على بلاتو بريشر قدره 30 اللي هو مفترضه هو الحدود الامنه، الدلتا ترانس ميمبرين بريشر عم يكون متغير جدا بدءا من 12 مثلا هون ربما فيري بروتكتيف بيوصل حتى 25. لاحظوا هون ممكن عند نفس البلاتو بريشر هو 30 الدلتا ترانس ميمبرين بريشر اللي هو السترين المطبق على او ستريس المطبق على جدول الاسناخ والسترين متعلق فيه حيكون متغير جدا بدءا من 12 اللي هو بروتكتيف حقيقه حتى 25 هو ريلي ان بروتكتيف. فبلاتو اوف 30 رقم 30 هو رقم للمبتدئين. ربما بمرضى الاصحاء اللي هنا ما عندهم ارس العلاقه ربما جيده بالبلاتو 30 تقريبا الدلتا ترانسفير بريشر حوالي 20 وهو بروتكتيف ما حيكون في سترين عالي هون. لذلك اعتماد البلاتو بريشر عند غير مرضى الارتس مقبول، بينما عند مرضى الارتس هو اقل ما يمكن تحقيقه، لازم يكون عندك الخبره انك تتجاوز هذا الرقم بيسميها بيوند 6 ام ال. بنفس الورقه قارن ستريس او عفوا اللانج سترين اجهاد الرئه يعني هو تبدل الحجم مقارنه مع الدلتا ترانس ميمبرين بريشر. هذا هو المخطط البدئي، لاحظوا العلاقه. لما عمل ريكروتمنت لللانج، ريكروتمنت يعني فتح الاسناخ المسكره، كان في جزء من الرئه ما بيشارك بالتهويه، عمل له ريكروتمنت. لاحظوا انه سترين نقص على نفس الترانس ميمبرين بريشر، سترين هون كان عالي، لما عملت ريكروتمنت يعني فتحت الاسناخ نقص، وهذا الشيء منطقي لانه سترين هو التايدل فوليوم على الاف ار سي، التايدل فوليوم نفسه بس الاف ار سي عم يزيد لانه عم عمل ريكروتمنت انا. فالسترين اللي مطب اللي عم الاجهاد الناتج عن ستريس عم يقل، عند نفس ستريس السترين اقل، وهذا الشيء بيقلل من اذيه الرئه المحدثه بالمنفسه. معناته الريكروتمنت باي بغض النظر عن الطريقه اللي عملتها اللي عملتها شغله مفيده للرئه لانه بتنقص الاجهاد المطبق على الرئه. بيفيدنا مبدا الترانس بالمير بريشر، ربما اكثر شيء بيفيدنا مرضى البدينين، مرضى البدينين مشكله كبيره، عندهم سماكه بجدار الصدر، عندهم الحجاب الحاجز، احشاء البطن تضغط على الرئه، تهويتهم كثير صعبه، كيف بدي اتجاوز حدود البلاتو بريشر اوف 30 اللي هي 30؟ انا ممكن اتجاوزها لل 35 مثلا، بس بناء على ايش؟ بناء على اني انا اقيس الضغط المريئي، هذه قسطره خاصه تدخل عبر فم المريض بوصلها لنهايه المريء، من خلالها بقيس الضغط المريئي مثل ما قلنا اللي هو بيعكس نوعا ما الضغط الجنبي او متناسب معه. في اجهزه التنفس صارت تظهر الضغط المريئي، هذا هو البيس وهذا هو الايروي بريشر. انا لو قستهم سواء بنهايه الشهيق انا فيني احسب الترانس بالمونري بريشر بنهايه الشهيق اللي هو تم تقديره انه لازم يكون الترانس بالمونري بريشر ما يتجاوز ال 20 عند مرضى الارتس، والدلتا ترانسفيرمينال بريشر اللي هو يعني حنعقده شوي الحد الاعلى تبعه 15 هو فرق الترانسفيرمينال بريشر بين نهايه الشهيق وبين نهايه الزفير، تقريبا نفس الدرايفنج بريشر بس عم نضيف عليه عنصر البيس اللي هو الايسوفيجال بريشر او الضغط الجنبي. معقده شوي الفكره بس هذا هو هذه الابحاث الجديده هيك عم تصير حقيقه. فاحفظوا الرقم انه الترانس بالمير بريشر 20 لازم ما يتجاوز 20 عند مرضى الارتس، والدلتا ترانس بالمير بريشر ما لازم يتجاوز 15 لحتى نكون عند حدود امنه للتهويه الاليه. ماذا عن الدرايفنج بريشر؟ الدرايفنج بريشر انا صرت ترجمها هلا الضغط الدافع. الدرايفنج بريشر هو فرق البلاتو عن البيب، البلاتو هو ضغط بنهايه الشهيق والبيب هو الضغط بنهاية الزفير، عمليا هو الضغط النافخ للأسناخ، هو ضغط نفخ الأسناخ. الفرق بين ضغط البيب اللي هو الضغط بأثناء الزفير عن الضغط بنهاية الشهيق اللي هو أقصى حجم ممكن توصله الرئة اللي هو بنهاية الشهيق. فهذا هو البلاتو الدرايفنج بريشر. هلا هو عمليا بيعادل الحجم الجاري على مطاوعة الرئة، المطاوعة السكونية، هذا هو البلاتو بريشر.
لانه هو عباره عن الضغط اللي عم ينفخ الرئه هو الحجم على الكومبلينس على المطاوعه. فانا عمليا ما اعتمدت الحجم بحد ذاته، اضفت عليه عنصر الكومبلينس مشان انا ادخل موضوع انه هذه البيبي لانج لها كومبلينس خاصه فيها، وبالتالي الدرايفنج بريشر بيعبر عن البيبي لانج بشكل ادق من البلاتو بريشر. اكيد سمعاني من الباحث اماتو اللي هو باحث برازيلي، هو صاحب اول دراسه على فكره باللوت هيدر الفوليوم، بس كانت دراسته شوي صغيره بال 98. هو اكثر، ربما اكثر شخص قرات له انا شخصيا بهذا الموضوع عن الدرايفنج بريشر. هو مهووس بهي الفكره. في عام 2015 اصدر هي الدراسه، مش دراسه هي ريفيو حقيقه او بوست هوك اناليسيس، يعني مراجعه بيانات مرضى بشكل راجع. جمع كل الدراسات الكبيره، اخذ بيانات المرضى فيهم، قارن الدلتا بريشر اللي هو الدرايفنج بريشر، قارنه مع المورتاليتي. لاحظ انه في علاقه خطيه، كما نزلنا الدرايفنج بريشر تنزل المورتاليتي، وحط الكات بوينت تبعه هي 15. الدرايفنج بريشر سهل حسابه على المنفسه، هو بلاتو ماينس بيب. لحتى نزل الدرايفنج بريشر انا لازم نزل التايدل فوليوم، لانه اذا نزلت التايدل، خليني ارجع على السلايد اللي قبلها، انا كيف بنزل درايفنج بريشر؟ لازم نزل بلاتو بريشر. فلو نزلت بلاتو بريشر حينزل معي التايدل فوليوم، حينزل معي لو نزلت التايدل فوليوم بالفوليوم كنترول حينزل البلاتو بريشر، هاي متفقين عليها. طيب لو اني رفعت البيب ايش حيصير بالدرايفنج بريشر؟ لو رفعت البيب حيصير في عندي ثلاث احتمالات، اما انه الدرايفنج بريشر حيزيد وبالتالي هذا البيب ضار لانه عم يعمل اوفر ديستنشن للاسناخ، عم يعمل فرط تمدد للاسناخ، وبالتالي عم ينعكس على الدرايفنج بريشر الكلي وعم يرفع البلاتو معه. فلو انا رفعت البيب والدرايفنج بريشر زاد هذا البيب ضار. لو انا رفعت البيب وعملت ريكروتمنت للاسناخ، فتحت اسناخ جديده وبالتالي البلاتو بريشر بينزل. فرفع البيب مع تنزيل البلاتو بريشر حينزل درايفنج بريشر. فرفع البيب لما بيترافق مع هبوط الدرايفنج بريشر معناتها هذا البيب مفيد. هذا باختصار اللي بقدر بحكي عن الدرايفنج بريشر. الحد المطلوب هو او الحد الامن هو 15. اذا نقدر انا احقق تهويه اليه بدرايفنج بريشر 15 فانا بكون حققت خطوه اضافيه، وانا شايفه عملي ربما بيناسب بلادنا لما ما بيكون في عندنا الامكانيات انك تقيس الترانسبرمي بريشر او لسه اشوف المعايير الثانيه. المبدا الجديد اللي من اربع خمس سنوات عم يحكوا فيه هلا بقى انه نحن بدل ما نحكي عن الترانسبرمي بريشر والدرايفنج بريشر وهي، خلينا نحط كل عناصر الحركه التنفسيه مع بعض. اقترحوا شغله اسمها الميكانيكال باور، عمليا التهويه الاليه. انا عم انفخ الرئه بالشهيق واسمح للهواء خروج بالزفير، انا عم اعطيها طاقه. هي الطاقة عم تفتح الأسناخ أو عم تفتح الطرق، عم تمرق بالطرق الهوائية وتفتح الأسناخ، بس في جزء منها عم يروح للنسيج الرئوي عم يختزن كطاقة حرارية. تكرار هذه الطاقة اللي عم تتراكم بالنسيج الرئوي بتهوية غير الفيزيولوجية، الحجوم غير الفيزيولوجية، تكرارها من حركة لأخرى عم يزيد من حدوث الأذية. انا هون دخلت عنصر الريت، عدد مرات تنفس، يعني ما عاد نحكي مثل الاول ان احنا بنقدر نهوي مرضى التهويه الاليه ب 35 مره بالدقيقه ومثلهم مثل اللي بياخذوا 15 مره بالدقيقه. انا دخلت عنصر الريت بالاذيه، كل ما زاد الريت. هلا حاليا عم يقترحوا ريت 25، اذا بتقدر ما تتجاوز ال 25 بيكون افضل، مو 35 مثل ما كان سابق. العنصر الثاني اللي عم ندخله بالمعادله هو معدل تغير حجم الاسناخ خلال الشهيق اللي هو اسمه الفلو. كل ما كان اعلى حيكون معدل الطاقه اللي عم تضيع او اللي عم تروح على النسيج الرئوي حيكون اكبر. فهيك انا دخلت اضافه طبعا التايدل فوليوم والبلاتو بريشر وهالامور الثانيه اللي هي الضغط وفرط التمدد. ف مفهوم جديد واعد، عم يحاولوا يبحثوا عن كات بوينت، عن هي مقدار الطاقه اللي بقدر بعطيها للنسيج الرئوي بدون ما يكون في عندي اذى. حددوها ببعض الدراسات ب 17 جول، 17، احفظوا هذا الرقم، بس هذا الحكي لسه يطور الدراسات، وربما بالسنوات القادمه يكون في لسه دراسات اوسع عن هذا الموضوع. في كثير فورمولاز لهذا الموضوع. لاحظوا ان هي الطاقه المنتقله للنسيج الرئوي حنحطوا فيها كل العناصر، سواء تايدل فوليوم، درايفنج بريشر، ريت، البيب، الفلو، الريزيستنس تبع الايروي، كلها عم تكون جوا المعادله. هذه احد ابسط المعادلات لحسابها، 0.098 ضرب التايدل فوليوم ضرب الريت
ضرب البيك بريشر، دخل عنصر المقاومة لاحظوا، ماينس هاف اوف دلتا بريشر اللي هو البلاتو ماينس البي. في معادلة نفسها بس بالشكل فكوها حولوها لريزيستانس والاستانس، لاحظوا دخلوا كل عناصر الحركة التنفسية فيها، نفس المعادلة تماما. هلا غالبا ما حنحسبها بايدنا لما حتكون هذه الموضوع مور فاليديتد، ما يكون حتكون مدمجة بجهاز التنفس او حتكون في ابلكيشن بتحسبها لحتى نعرف انه نحن فعلا الطاقة اللي عم نعطيها هي طاقة آمنة ولا طاقة غير فيزيولوجية وحتعمل اذية رئة على المدى البعيد. مجال واعد حقيقة، وهيك حتكون التهوية خلال 5 لـ10 سنوات، هذا شو شيء بنتوقعه. هلا حكينا عن تقليل الحجوم. الشغلة الثانية اللي ممكن تنزل مورتاليتي مثل ما بتعرفوا بمرضى الارث اللي بتأمن بروتكتيف لانج ستراتيجي او بتأمن حماية للرئة من الأذية هي الإرخاء العضلي. في دراستين كبار صدروا بهذا المجال، الدراسة الأولى إيجابية الأكيوريسيس بال 2010 دراسة فرنسية قالت انه استعمال الارخاء العضلي ب 48 ساعه الاولى عند مرضى الارث نقصت المورتاليتي. نقضتها دراسه روز اللي صدرت ب 2019 وقالت انه استعمال الارخاء العضلي لا ينقص المورتاليتي، لانه المرضى لو استعملنا ديب سيديشن كافي انه لو ركناهم بالادويه ما في داعي للارخاء لانه ما فرق النتائج. لو دخل جمعنا نتائج الدراستين سوا، التطبيق الروتيني للارخاء العضلي ما هو منصوح فيه حاليا. ممكن لو عملنا ديب سيديشن وما قدرنا نتحكم بتنفس المريض لساته عم يعمل دبل تريجرنج ولساته عم يعمل في عنده نقص اكسجين شديد، في هبوط ضغط شديد، في استضبابات معينه صار للباراليزس للنيوروماسكولار بلوكيد. ايه شو هي اليه المخيات العضليه او الشالات العضلات بانقاص اذيه الرئه المحدثه المنفسه؟ حقيقه هي منع الدبل تريجرنج. مرضى الارث بيكون عندهم جوع عالي للهواء، بيكون عندهم ديسينكروني، بيصيروا بياخذوا التنفس مرتين دبل تريجرنج، بيعمل تفعيل للمنفسه مرتين، فالحجم الجاري بيصير ممكن يوصل ل 10 ام ال للكيلو. فعمليا انا لما انا بعمل بمنع الدبل تريجرنج انا بضمن استراد، بضمن اني عم طبق فعلا 6 ام ال للكي جي. يعني انا لما عم طبق 6 ام ال والمريض عم ياخذ 10 بيكوني كانك يا ابو زيد ما غزيت. بس لو انا طبقت، لو قلت بدي اعطي 6 وعملت شل للمريض وفعلا اخذ 6، فانا هيك بكون طبقت فعلا استراتيجيه حمايه الرئه. حاليا حتى في كلام عن انه اعطي بارتشل، يعني ارخاء جزئي، ما ضروري اعطي ارخاء تام عشان احافظ على شويه فعاليه. انا ما بدي المريض اني اشله تماما، بدي اعطيه امنعه انه ياخذ حجم عالي، حجم جاري كبير. فانا ممكن اعمل بارتشل، وهذا في ابحاث جديده عن هذا الكلام، لسه ربما ما هي قاطعة بس في كلام عن هذا الموضوع. فآلية النيورو ماسكولار بلوكيد انه هي بتنقص الجلوبال ستريس على الرئة، لانه هي بتمنع الدبل تريجرنج، فهذا الشيء وارد انه هي بتنقص الموتاليتي فعلا، يعني المرضى اللي ما عم نقدر نتحكم بالتنفس عندهم. ماذا عن البيب؟ البيب مقدار البيب المطلوب، البيب هو ضغط ايجابي بخلال الزفير او بنهاية الزفير. حسب درجة أذية الرئة وحسب مطاوعة جدار الصدر أنا ممكن أقدر شو هو البيب المطلوب. البيب المثالي هو البيب اللي بيمنع دي ريكروتمنت لمعظم الأسناخ وبيقلل أو بيسبب الأوفر ديستنشن بالحد الأدنى. لأن لما عم طبق بيب أنا بعمل ريكروتمنت للأسناخ المسكرة، لجزء من الأسناخ المسكرة أو الريكروتابل لانج، وبنفس الوقت انا عم طبق بيب على كل الرئه، وبالتالي عم اعمل اوفر ديستنشن للاسناخ السليمه. لما انا بيكون حجم الاسناخ اللي انا عم امنع الدي ريكروتمنت عنها وعم اعمل ريكروتمنت عليها وبيكون الاوفر ديستنشن بحدود الدنيا، هذا هو الايديال بيب اللي ما حدا لهلا عارف كيف ممكن نوصل له بشكل انه طبق قاعده لجميع المرضى. فلو كانت الرئه غير قابله للتجنيد نون ريكروتبل، البيب اللي عم طبقه هيعمل اوفر ديستنشن وهيكون بيب دار. لو انه الرئه ريكروتبل، الهاي بيب اللي عم طبقه حيروح للاجزاء القابله للتجنيد من الرئه وحيعمل فتح للاسناخ وحيكون تاثيره مفيد. كيف نقدر الريكروتابيلتي لللانج؟ لهلا هذا الشيء مثل ما قلنا ما قادرين نجاوبه بشكل دقيق، لازم بيعتمد على خبره الطبيب حقيقه واجراء قياسات متعدده وانه نشوف استجابه المريض للعلاج لحتى تعرف ما هي الريكروتابل لانج، رئه قابله للتجنيد او رئه غير قابله للتجنيد. عموما البيب المثالي هو بين الخمسة وبين المحا او 25 بين ال 20 مثلا، تحديده بيعتمد على المريض. ما في بيب اقل من 5، بيب 0 هذا الشيء من التاريخ، ارجو انه ما حدا يفكر فيه بمرضى الارتس.
هلا دراسات اللي قارنت بين الهاي بيب فيرسس لو بيب، هاي بيب تعريفه كان تقريبا 10 ل 15 بهي الدراسات، مقابل لو بيب 5 ل 10. في ثلاث دراسات كبيره، الالفولاي، لافز، الاكسبريس، ثلاثتهم فشلوا باثبات انه الهاي بيب بينقص المورتاليتي عند مرضى الارتس. كان الهاي بيب عم يطبق عند جميع المرضى، ما حدا كان عم يحاول يتحقق من ريكروتابيلتي لللانج، وبالتالي التطبيق الاعمى للهاي بيب ما هو مفيد عند هدول المرضى. هي خلاصه الدراسه. هاي دراسه الالفولاي، دراسه امريكيه بال 2004 صادره، ما في فرق بين الهاي بيب واللو بيب. دراسه اللافز مالتي ناشونال، اظنها كانت بين كندا واستراليا والسعوديه، ما في فرق بين المورتاليتي بين الهاي بيب واللو بيب. الاكسبريس هي دراسة فرنسية، كمان ما كان في فرق بين الهاي بيب واللو بيب لما طبقناهم بشكل عشوائي عند جميع، او بشكل اعمى عند جميع المرضى بدون ما نقدر الريكروتابيلتي تبع اللانج. لما انعمل ميتا اناليسيس اللي هو صدر بال 2010، هذا من احد الميتا اناليسيس لازم كلكم تعرفوها، لما جمعوا بيانات جميع المرضى ما كان في فرق بين الهاي بيب واللو بيب بالمورتاليتي، بي فاليو 0.2، بينما لما اخذوا بس المرضى اللي معهم ارتس، وهي دراسه صادره او هذا ميتا اناليسيس معمول بال 2010 والدراسات كلهم صادرين بالعشر سنوات السابقه، تعريف الارتس بهذيك الايام كان البي اف ريشيو اقل من 200، يعني الاكيوت لانج انجري ما كان جزء من هذول المرضى. فلما البي اف ريشيو اقل من 200، البي فاليو كانت سيجنيفيكانت، وبالتالي الهاي بيب احسن من اللو بيب بين هذول مجموعه المرضى. خلاصه هذا الميتا اناليسيس، لما يكون في عندي نقص اكسجين شديد ممكن الهاي بيب ينقص المورتاليتي عند هذول المرضى. شو هي طبعا هاو تو سيت الاوبتيمال بيب، كيف انا اوصل للاوبتيمال بيب؟ انا ممكن اعتمد على جدول البيب اف اي 2 تيبل، هو اوكسجينيشن ميثود، كل ما زاد نقص الاكسجين كل ما كان بدي اعتمد او اطبق بيب اعلى. هاي الطريقه طبقت بدراستين الالفولاي واللافز. انا ممكن احسب الكومبلينس من حركه لثانيه، يعني بشوف الكومبلينس تبع اللانج، افضل كومبلينس ممكن احققها هي افضل بيب. هي انعملت بدراسه اسمها ART 2017 صدرت، هي دراسه سلبيه طبعا هحكي عنها بعدين، بس اعتمدوا التطبيق البيب فيها على هذه الطريقه، انه استعملوا الكومبلينس افضل مطاوعه على الرئه، كان هو البيب المثالي اللي اعتمدوه بهي الدراسه. انا ممكن زيد البيب تدريجيا لحتى يوصل البلاتو ل 28، ما بتجاوز 28. هي الطريقه اعتمدت بالدراسه الفرنسيه الاكسبرينس. انا ممكن انا اقيس الترانس ميمبرين بريشر اثناء الزفير، الترانس ميمبرين بريشر اثناء الزفير هو البيب ماينس البيس. اذا حافظت عليه اكثر من صفر انا بمنع انخماص الاسناخ، وبالتالي اعتبره هذا هو البيب المثالي. هذا اعتمد بدراستين حقيقه، اسم الدراسه اي بي فينت، اول دراسه كان دراسه فيزابيليتي ستدي او انه دراسه بدئيه بال 2008، وكانت نتائجها واعده. لما طبقوها بشكل واسع بال 2019 كانت دراسه سلبيه، وبالتالي ما قدروا يثبتوا انه هي الطريقه هي الطريقه المثاليه. انا ممكن اطلع على اللور انفليكشن بوينت. اللور انفليكشن بوينت بحسبها من باخذها من مخطط المطاوعه، في لها قصه طويله. فانا هي الطريقه اعتمدت بدراستين، اماتو وفيلر، واحده ب 98 والثانيه بال 2005، وكلاهما ايجابيات بالمناسبه، كلاهما اثبت انه الوفيات اقل باعتماد هذه الطريقه. بس الدراستين ما كانوا وان انترفينشن، كان في تو انترفينشن عم يطبقوا هاي بيب مع اللو تايدل فوليوم، وهذا السبب انه نحن ما بنقدر نقول بجزم انه فعلا هي الطريقه هي افضل طريقه، لانه بهذيك هذول الدراستين ربما المورتاليتي نزلت بسبب اللو تايدل فوليوم مو بسبب الهاي بيب. ما حدا بيقدر يقول انه الهاي بيب هو كان السبب. في دراسات اقل او في طرق ثانيه، هذول طبعا انا اعطي يعني ما اعطي رؤوس اقلام، يعني مو كل حتى في اكثر من هيك كلام. هلا ممكن اطلع على الرايت فنتركل بيرفورمانس، افضل اداء للبطين الايسر هو الاوبتيمال بيب. ممكن انا اطبق الاوبتيمال بيب بناء على الضغط داخل البطن. ممكن اطلع على التهويه النسيجي الرئوي، افضل تهويه ممكن احققها من خلال الالترا ساوند اذا انا شاطر بالالترا ساوند، او الاي اي تي اللي هو الالكتريكال امبيدنس توموغرافي، اظن هيك ترجمته، هو المعوقه الديناميكيه الكهربائيه، جهاز بنحط بيشبه السي تي بس هو عباره عن بيقيس الكهرباء عبر الرئه، كل ما كان التهويه افضل بيعطيك يعني بيصور لك اياها، وبالتالي ربما يكون هذا واعد للمستقبل لحتى نحدد الاوبتيمال بيب اللي هو بيحقق افضل تهويه للنسيج الرئوي.
كيف البيب بنقص الفيلي؟ أظن هلأ صار واضح. نحن نقصنا لما بنعمل تجانس للأسناخ الرئوية، أول شيء نحن زدنا الـ FRC لأنه عملنا ريكروتمنت، ونقصنا الريجينال ستريس اللي هي الشيرنج ستريس اللي بتصير بين الأسناخ المسكرة والأسناخ المفتوحة. هي هي آلية البيب لما بدنا نقص الفيلي. هلأ الريكروتابيليتي، أحد الباحثين هو الـ روشارد أظن عمل اقترح طريقة ربما تكون عملية، إنه أنا بحط بيب 10 وبقيس الاكسجه، بقيس الدرايفنج بريشر، بشوف الهيمودينامكس، بشوف الضغط والنبض والحاجه من السوائل مثلا، بزيد البيب ل 15 وبرد بشوف الاكسجه والدرايفنج بريشر والهيمودينامكس وبقرر مين هو كان افضل، ال 10 او ال 15. هاي الطريقه ربما بتقدر قابليه الرئه للتجنيد. لما بتتحسن الارقام على 15 بينزل الدرايفنج بريشر، بتتحسن الاكسجين هيمودينامكس ما بتتاثر، فهذه الرئه كانت ريكروتبل، ربما 15 افضل من العشرة. ماذا عن البروم بوزيشن؟ البروم بوزيشن بنقص عدم تجانس الاصابه الرئويه، بيوزع الحجم الجاري بشكل متوازن على الاسناخ الرئويه، وبالتالي بنقص الريجينال ستريس اللي هي الرد الموضع او الجهد الموضع، بيزيد الاف ار سي وبالتالي بنقص السترين، وبالتالي البروم بوزيشن يفترض ينقص المورتاليتي عند الرئه اذا كانت ريكروتبل وهي الرئه المصابه بشده البي اف ريشيو اقل من 50. هذه سوباين عند شخص سليم، لاحظوا انه هذه الفقرات وهذه القلب وهذه الجهه البطنيه اللي هي العليا، في عندي فرط تمدد الأسناخ بالجهة العليا مقابل انضغاط نسبي للأسناخ بالمناطق الديبندنت الاستنادية. هذا الشيء بيشتد بمرضى الآرتس، بيصير في عندي هون فرط تمدد، بيكون في عندي انخماص بالمناطق الاستنادية الديبندنت. لما أنا بعمل برومبوزيشن لاحظوا هون رئة الآرتس صار في عندي توازن بحجم الأسناخ بين الأسناخ اللي هي صارت هلأ نون ديبندنت هي كانت المناطق الظهرية مقابل الأسناخ البطنية. هذا الحكي شرحته بالتفصيل بمحاضرة البروم. فلما أنا بصير في عندي تجانس بالأسناخ الرئوية صار الحجم الجاري بيتوزع بشكل متعادل، أنا قللت الجلوبال ستريس وقللت حتى قللت الريجينال ستريس حقيقة ونقص السترين لأنه أنا زدت الـ FRC. مرة ثانية أنا بمنع الأوفر ديستنشن بالمناطق البطنية وبنقص الأتلاكتيتروم بالمناطق الظهرية لما بقلبهم من سوباين لبرون. دراسة بروزيفا بال 2013 صدرت، البروم بوزيشن بنقص المورتاليتي عند مرضى الآرتس، مرضى السيفير آرتس اللي هن بي اف ريشيو أقل من 150. ما في حجة للبدينين، حتى هي دراسة عملت فيزابيليتي ستدي إنه حتى البدينين كانوا قادرين يعملوا برون، وهن اصلا المرضى اللي بيستفيدوا لانه حجم الاحشاء البطنيه او ضغط الاحشاء البطنيه عالي على الاسناخ الرئويه. ماذا عن الريكروتمنت مانوفر؟ الريكروتمنت مانوفر اني انا بنفخ الاسناخ بشكل كبير وبالتالي بفتحها. في طريقتين لاجرائه، اني اطبق ضغط 40 بيب 40 لمده 40 ثانيه، او في طريقه ثانيه بسموها الاكستندد ساي، انا بطبق بريشر كنترول وبزيد البيب بشكل تدريجي وبنزل فيه بشكل تدريجي. هاي الطريقه طبقت بمحاضره بدراسه الارما، عفوا الاي ار تي، هي الدراسه اسمها اي ار تي، نشرت ب 2017. لاحظوا في فرق بين المخططين والبي فاليو 0.04، في فرق احصائي هام بالمجموعتين بس للاسف لصالح اللو بيب، اللونج ريكروتمنت والتايتريتد بيب زادوا المورتاليتي عند هذه الطريقة، وبالتالي بناء على هذه الدراسة لا التوصيات بعدم تطبيق الريكروتمنت مانوفر بشكل روتيني عند هدول المرضى. السبب ليش هيك صار؟ لأنه نحن ما عملنا الريكروتابيليتي، ما قدرنا الريكروتابيليتي، عم يطبق كان بشكل أعمى لجميع المرضى، وبالتالي في مرضى الريكروتمنت مانوفر عملت لهم اوفر ديستنشن الأسناخ السليمة بشكل أكبر من الريكروتمنت، وبالتالي زادت من الشد على الأسناخ وبالتالي زادت من الوفيات. فكرة أخيرة، ابدأ بهذا السلايد أو بهاي الصورة إذا منتبهين عليها. لو شخص عنده كسر برجله ومشي على رجله حتزيد شدة الأذية، لو شخص مصاب برئته وتنفس بشكل غير فيزيولوجي حتزيد نسبة الأذية عنده. هذه بنسميها patient self-induced lung injury، ما بتفرق سواء كان ventilator أو patient self-induced. لما بيكون الرئة المصابة بيكون الضغوط اللي بتسبب الأذية أقل من تلك الضغوط المطلوبة اللي تسبب أذية لو كانت رئة سليمة. نفس الشيء لما بيكون شخص مكسورة رجله مثل ما قلنا، لو مشي عليها حيزيد من الأذية الموجودة. الطاقة الميكانيكية
اللي فيها حتنتقل للأوطاق اللي حتنتقل للأسناخ الرئوية بنفس البيلي، حتصير بالبي سيلي. كيف بقدر أنا أتجاوز أو أتجنب البي سيلي اللي هي البيشنت سيلف انديوس لانج انجري؟ أنا ممكن أعطي ممكن أعمل ايرلي انتوبيشن، انتوبيت المريض أو تنبيب المريض بشكل باكر لما بيكون بلاقي انه الجهد التنفسي عادي عنده بناء على الجهد التنفسي فقط، او اني انا اعطي لما يكون على جهاز التنفس اني امنع التنفس العفوي او خفف او خفف من التنفس العفوي العالي. موضوع التنفس العفوي هل هو بروتكتيف لللانج؟ لو نظريا التنفس العفوي بيعمل ريكروتمنت لاجزاء من الرئه ما كانت بتتنفس بالشكل الميكانيكي، بس للأسف الدراسات على هذا الموضوع ما هي قاطعة. بمعنى آخر نظام الـ ABRV لهلا اللي هو بيسمح بالتنفس العفوي لهلا ما في دراسة قوية تقول إنه هو بينقص الموتاتي عند مرضى الآرتس، ولا زلنا بانتظار هاي الدراسة. أتمنى أن يكون غطيت معظم الجوانب بشكل رؤوس أقلام قابل إنه الواحد يتوسع فيها. أعطيتكم ربما الخلاصة حسب فهمي. أتمنى أكون غطيت الموضوع، وإن شاء الله يا رب نلتقي بكورسات تانية. السلام عليكم.